حياكم الله مشاهدينا من جديد. تمكنت الباحثة أريج بايحيا وبإشراف فريق بحثي طبي من ابتكار نوعي يساهم في الكشف المبكر عن مرض الخرف المزمن، وحصلت على إثره على براءة اختراع. نتعرف أكثر على فكرة هذا الاختراع مع ضيفتنا من استديوهاتنا في جدة أريج بايحيا. أهلا وسهلا بك يا أريج. أهلا وسهلا فيكم، اتشرفت بحضراتكم. أهلا نورتينا. أريج، في البداية كلمينا عن فكرة الاختراع ومتى بدأتي فيه؟ حقيقة تبلورت فكرة اختراعي من نهايات 2017 وحتى بدايات 2018. حقيقة كنت في كثير من مجالات، أزور الجمعيات الخيرية، أشوف المسنين كبار السن، كنت ألاحظ فيهم أنه لديهم ضعف في الإدراك، وخاصة أنه مجتمعاتنا اللي احنا متواجدين فيها ما بيفرقوا بين النسيان الطبيعي نتيجة التقدم في العمر وما بين النسيان اللي هو نتيجة مرض الزهايمر أو الخرف. الخرف طبعا هو مسمى شائع لعدد من الأمراض، من أبرزها وأكثرها هو انتشارا الزهايمر. حقيقة الزهايمر ليس مجرد نسيان، هو طبعا في الحالات المتقدمة منه تفقد حتى الأعضاء كيفية القيام بوظيفتها، يفقد المريض كيفية المشي، كيف يبلع الطعام. فهذه الأشياء طبعا تختلف اختلاف جدا كبير عن الخرف، عن النسيان الطبيعي اللي بيكون نتيجة التقدم في العمر. طيب أريج، خليني أسألك، ما شاء الله تبارك الله ابتكار زي كذا، هل تم التوثيق؟ طبعا الحمد لله، بفضل الله تم توثيقه من مكتب الولايات المتحدة الأمريكية، US Patent and Trademark Office، وطبعا كان 2022 في فبراير. طيب لما نتكلم على نوع من الاختراعات اللي هي ممكن تساعد في الكشف المبكر عن الكشف عن الخرف تحديدا، إذن أحتاج أعرف آلية عمل هذا الاختراع. طبعا اختراعي هو نظام بحيث أنه لما يجي المريض على العيادة، يدخل المريض لعيادة طب الشيخوخة أو طبعا طب الأسرة، نزج المريض طبعا في بيئات افتراضية، طبعا نقيس بعض المؤشرات الحيوية لضعف الإدراك لدى المريض، بعد ذلك نأخذ هذه النتائج في خوارزميات تعلم الآلة اللي هي الذكاء الاصطناعي، ونقوم بتصنيف هؤلاء الخاضعين للاختبار إلى عدد من التشخيصات أو التصنيفات المختلفة. هل هذا المريض أو الشخص الذي تم عليه الاختبار مصاب فعليا بالخرف أو الزهايمر، أو هل هذا المريض لديه إصابة مبكرة بالزهايمر اللي هي mild cognitive impairment اللي هي ضعف الإدراك المعرفي، أو هذا الشخص اللي تم الاختبار عليه هو إنسان سليم ومتعافي. أريج، خليني أسألك، يعني الاختراع يتماشى مع المريض اللي مصاب بالخرف في مرحلة مبكرة وجميع المستويات، صح؟ صحيح. طبعا إحنا النظام تبعي يقوم بالكشف في حالات قبل الإصابة بتقريبا 3 أو 5 سنوات، الإصابة أو الأعراض الفعلية التي تظهر على المريض كالنسيان. طبعا النسيان هو الناس يفكروا أنه هو أول عرض يظهر على مريض الزهايمر، لا طبعا في أعراض أخرى معرفية وسلوكية قبل النسيان. النسيان هذا عندما يأتي للمريض يكون خلاص قد اوريدي هو دخل في مرحلة الخرف، اوريدي بدأ يلاحظ الناس المحيطين به أنه هو لديه ضعف إدراكي. طيب إذا كان النسيان هي مرحلة متقدمة من الخرف، إذن إيش هي الأعراض اللي ممكن يكشفها هذا الجهاز أو طريقة استعمال الجهاز تقول إنه هذا الإنسان بدأ يدخل في هذه المرحلة أو في هذا المرض؟ طبعا في أول حاجة في التشتت الذهني، في المشكلة في النشاطات اليومية التي يقوم بها المريض. يعني إذا والله الشخص كان يقود سيارته ويعرف هو فين يتجه، حافظ الشوارع بانتظام، فجأة يصير عنده confused، هل أنا في المكان الصح؟
هل أنا متجه فعلا هنا، هل الشارع هو ده فعلا مخرجي أو المدخل تبعي. إذا كان الشخص مثلا جدا ذكي مثلا في عد النقود، حيلاحظ أنه عنده بدت عنده مشكلة في العد. إذا كانت سيدة بتطبخ بشكل مرة جيد مثلا، تفقد جزء من دي المهارة أو تحس أنه في عندها مشكلة. طبعا في جدا الأعراض جدا كثيرة اللي تعطينا first indicators أنه يجب على المريض أنه يذهب عشان يعمل فحوصات أخرى.